لكم النشيد الوطني المغربي. ربي عاصافي الملك. هذه الصورة واضحة للجميع. نعم سيداتي وسادتي، هكذا تبدأ لقاءات الكبيرة أصدقائي المشاهدين. النهائي قبل الأوان، هي مباراة كبيرة، المباراة النارية التي سنتابعها. المباراة تندرج كما قلنا ضمن فعاليات الدوري طفل عزت المقبولة من طرف جمعية طفل عزت الرياضة بالشراكة مع الجماعة القروية طفل عزت. تابعنا قبل قليل مباراة النصف النهائي الأولى التي جمعت بين نجاح طفل عزت رجاء تقنبط. تمكن رجاء تقنبط من المرور والعبور إلى المباراة النهائية، من سيرافق رجاء تقنبط إلى النهائي؟ هل هو اتحاد ميغفر حرمي لقب النسخة السابقة؟ أم هو تقمات تيكشيشت المتعلق خلال النسخ السابقة؟ مباراة اليوم تذكرنا بنهاية 2018 حيث التقى الفريقين في المباراة النهائية هنا على أرضية هذا الميدان. مباراة نارية لا تحمي القسمة على اثنين، لمن ستكون الغلبة ومن سيتوج بطلا لهذا الدوري؟ هذا ما سنتابعه في مباراة الليلة وكذلك المباراة النهائية غدا بحول الله. الحكم يأمر باستئناف والدراء ويأمر لاعبين بالتهاب لإعطاء تلقى المباراة. الحكم المتعلق دائما حميد الأبوبور التي ستتم مهمة قيادة مباراة الليلة بين فريق تقمات تيمجيشت واتحاد إميغزر. قبل انطلاق المباراة أذكركم بتشكيلة الفريقين. نعم سيداتي وسادتي، سنواصل الرحلة معكم عبر هذا النهائي الغير الذي سيكون ربما ممتع جدا، النهائي قبل الأوان. أكيد الآن سنذهب لبداية المباراة. المهدي الباوي رقم واحد، بقية اللاعبين رشيد أبيض رقم ثلاثة، رشيد بوست 10، 8 أقصاص هشام، 4 مصطفى الازرق. محاولة خطيرة تدخل دفاعات تقمات تيمجيشت خطيرة. هاي 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 عبد الهادي أزايد كاد يباغي دفاعات تقمات تيمجيشت من أول محاولة. ومن أول فرصة لكن الكرة جانبية. أنا أبدأ لكم غير غير ميسة ينسى. حنا عندنا مهدي الباوي في الحراسة، 4 مصطفى الازرق، 8 أخصاص هشام، 10 رشيد بوستة، 3 رشيد الابيض، 9 اسماعيل عبيده، 7 حي المزرق، 4 ابراهيم، 5 عفوا ابراهيم مزيد، وعبد الهادي مزيد رقم 11. بما تيمجيشت يدخل في التشكيله التاليه، رقم 4 عصام العصري، رقم 2 توفيق الوسكتي، بدر الحبيب رقم 5، مسلم صدوق رقم 8، نبيل البطاوي رقم 14، 7 العربي ايت الله، 11 عبد الله ايت حمو، 3 حسن ايت حمو، ويوسف ايت حمو رقم 6، 12 حفيد ايت حمو. هذا هو تشكيل المرتقب لمباراة الليلة، مباراة النصف النهائية الثانية التي تجمع تقوات تيمجيشت اتحاد إميغزر. الكرة في ركنية
ركنية لفائدة الاتحاد. اتحاد ميغزر يبحث عن اضافة الهدف الاول في اللقاء. دائما الكرة في تماس من جديد. ستنفذ برقم خمسة هنا وزيد في تنفيذ. ابراهيم وزيد يرفع الكرة عالية خطيرة. وتدخل دفاعات اجمات تمجيشت. رمضات المراقبة وبرج المراقبة في دفاعات اجمات تمجيشت يدخل ويبعد الكرة من جديد. هجمة مضبطة لعبد الهادي. ترويض سيء من عبد الهادي. الكرة تغادر وضربة مرمى لفائدة فريق رجاء فريق تمجيشت اجمات تمجيشت. كرة من جديد في التماس. دائما ضغط في بداية الشوط الأول من لاعبي اتحاد ميغزرة لمفاوضة دفاعات تجمعات تسجيل أول أهداف اللقاء. الحبيب يرفع الكرة إلى أين يا حبيب؟ إلى خارج أرضية الميدان. ضربة مرمى من جديد لفائدة تجمعات أو لفائدة اتحاد ميغزرة عفوا. ضربة مرمى لفائدة اتحاد ميغزرة ترفع كرة عالية. حتى يتمكن منها رقم أربعة. يحاول ما تكش منها كرة غادرت أرضية الميدان. حكم يأمر بتنفيذ التماس. حكم التماس لفائدة تجمعات تمجيشت. مسلم في تنفيذ التماس. مسلم سيرفع الكرة عالية. بالفعل الكرة ترفع عالية إلى عين إلى دفاعات اتحاد ميغزرة بقيادة إبراهيم وزيد. وخطأ على إسماعيل عبيدة. خطأ لفائدة اتحاد ميغزرة بعد تدخل غير شرعي من بدر الحبيب. خطأ لفائدة اتحاد. وراء الكرة الثابتة دائما أزايد ينفذ بسرعة. كرة في وسط الميدان وحاول اختراق من وسط عند رقم 8 يعود لابراهيم وزايد. وزايد يرفع الكرة عالية. تدخل دفاعات وسط الميدان فريق تجمعات تمجيشت بعد الكرة إلى التماس. تماس من جديد لفائدة اتحاد ميغزرة. ابراهيم وزايد يرفع الكرة عالية خطيرة. تدخل الدفاع من جديد. الكرة بين أخذ ورد عند الحبيب في وسط الميدان. ضاعت من رقم خمسة هنا. بدر الحبيب ضاعت من الكرة تعود لأزايد. أزايد لمن؟ مسلم يتمكن من الكرة ديالو مازال. دائما عنده عميد فريق تجمعات تمجيشت. خطأ لفائدة التوفيق. إذن خطأ لفائدة تجمعات تمجيشت. خطأ لفائدة تجمعات تمجيشت. لا بد من تهدئة الأعصاب. الحكم يقود كل كبيرة وصغيرة. لا بد من الانتباه إلى هدي متحدي هكذا يرد الحكم المباراة السيد حميد الهبوب. حميد الهبوب يتحدث إلى اللاعبين الفريقين بعد مناوشات بين كل من رقم 8 مسلم في صفوف فريق تجمعات تمجيشت ورقم 8 هناك في صفوف اتحاد ميغزرة اخصاصي هشام. بين هشام ومسلم الحكم يتدخل ويعلن خطا لفائدة تجمعات تمجيشت. وراء الكرة دائما بدر الحبيب. بدر الحبيب في تنفيذ الخطا. خطا لفائدة تجمعات تمجيشت. هلا بدر الحبيب سيرفع الكرة عالية في انتظار تنفيذ الخطا من بدر. بدر يرفع الكرة ارضية نوعا ما. تدخل دفاعات اتحاد ميغزرة. تسديدة بعيدة. كانت محاولة ولكن تسديدة بعيدة نوعا ما إلى خارج أرضية الميدان لتبقى النتيجة على حالها. النتيجة متعادلة بدون أهداف مع انطلاق الشوط الأول من مباراة النار. مباراة نكون أو لا نكون هنا في دور النصف النهائي من دوري تفل عز. المباراة كما قلنا دائما من طرف جمعية تفل عز للرياضة بشراكة مع جماعة تفل عز. مشكور الجمعية وكذلك الجماعة وكل لجان التنظيم. كل من يسهر في التنظيم سواء خارج الميدان او داخل رقعة الميدان. كرة في وسط الميدان لفريق اتحاد. كرة عالية خطيرة بعيدة نوعا ما. كانت محاولة لكن تسديدة ابراهيم وزايد جانب تدعم جانبا جانب مرمى حارس فريق تجمعات تمجيشت. الكرة في الدفاع يعد الوسط رقم 2 هذا التوفيق يعد الحراسة عند رقم 4 في صفوف تجمعات. أسامة أسامة ضاعت من تسديدة وتدخل الحارس. الحارس يتدخل
تدخل غيصر العرافة أمام فريق تقمات تلمزيستا أمام احتزازات لاعبي تقمات تلمزيستا. إذن كان تدخل غيصر على حارس مرمى فريق تقمات تلمزيستا من لاعبي اتحاد المغفرة بعد كرة عالية لمتاكل من حارس المرمى. ضربة خطأ غير مباشرة لفائدة تقمات تلمزيستا. وسعيد روح رياضية بين فريقين رقم المناوشات رغم كل شيء تبقى الروح الرياضية عنوان اللقاء الذي يجمع الفريقين. كرة في وسط الميدان دائما بكرة بين اخذ ورد. كرة في التماس لفائدة اتحاد المغفرة في تلحيل التماس رقم 8 اقصص هشام لعشرة هنا. لما كرة في وسط الملعب غادر إلى التماس. أعود واعتقد للصديق ورفيق الحسين الدبل يتم ما تبقى من ورد الليلة. أكيد مباراة الديربي، مباراة النكات، مباراة السخونة، مباراة أكثر من رائعة. إلى حد الآن الديربي يسطع على نار هادية، مباراة الكلاسيكوات، مباراة الجماهير الغالية تطالب عبر المدرجات وعبر كل الأماكن. شكرا للحسين قدوس المعلق الكبير المتميز الذي كان في التعليق معي هنا ودائما وأبدا ودائما في النسخ السابقة. نرجع للكرة، أكيد ما فيش كلام، المباراة هي كسر العتاد، مباراة النهائي قبل الأوان. النهائي إذا كان عندكم نهائي، النهائي يلعب حتى في النصف النهائي. الأردن الكلمات تسطع إلى حد الآن، ترجع الكرة بين هذا وذاك، وين يجيبها وين يفرح الجماهير. مباراة الجرينتا كأنك في البومبورينا أو السانسيرو أو هناك في البرنابيو. يا جماهير، يا الكلمات في كل الكلمات يتحداكم، وزايد يمشي بالكرة والحارس يقول الاخطبوط لا لا ثم لا، والكرة بترجع مرة أخرى إلى حد الآن. الكرة عن طريق العصري، العصري تصل مرة أخرى عن طريق مسلم، عن طريق المساكني، المساكني والكرة حذاري والكرة لا، مش ممكن مش معقول. يبيع ما لا يبيع، يضيعون يرافقون إلى حد الآن لا يستطيعون العودة للمباراة. أي لقاء، أي سخونة المباراة، أي سخونة الماتش في اللقاء. ميرزر برجالاته لن يستسلم الليلة رغم الفريق الكبير، رغم الرهانات الكبيرة، رغم المراهنين على أنه تمجيش للفينيش. بين هذا وذاك خلي المراهنات وارجع للملعب وارجع لمتابعة اللقاء، وارجع لمتابعة اللقاء عبر المباشر وعبر هنا. تحية للجماهير العاشقة الحاضرة المتابعة عبر اللايف وعبر المباشر. أية حارس، أية هيجان في كرة القدم الليلة، أية صورة تغير المعطيات. يا سادة هذه هي المباراة الكبيرة، المرجو العودة للقاء، أكيد لقاء ناري، لقاء لا يقبل القسمة على اثنين. جماهير البلاكوستا والمساكني يتلقى العلاجات أمامنا على الصورة. جماهير كبيرة، جماهير عزيزة، جماهير رائعة تؤكد المدرجات أمامنا. لا مجال للكلمات ولا مجال للخسارة، الكل في الكل، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. أعطيني الصورة، أعطيني اللقطة، أعطيني الوهلة، أعطيني التعابير في كل ليلة. ألف ليلة وليلة في انتظار من سيكون عريس الليلة. الكلمات كلها، كل ما يقال عن اللاعبين في مباراة الموسم، مباراة البطولة، هذه هي المباراة الأصعب في اللقاء، هذه هي المباراة التي تنتظر الجميع. الجماهير الغفيرة، الكرة تمشي، الأمساك مسلم وحذاري. اي 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 تدخل كأنه بالمرصاد. المباراة قد يقول الحكم، وحفيظ يسقط على أرضية الميدان. أمامنا على الصورة إسماعيل عبيدة يتدخل بالكرة.
الحكم ممكن المباراة كبيرة عليه إلى حد الآن، المباراة لا يمكن أن نقول عليها إلا هذه الكلمات، لكن إذا تمادى في الضرب سيكون ضربة الصفراء. أكيد أعطيني دليل يا حكم أنه معك في دقة الصفراء. إلى حد الآن لم تتغير الوجهات في انتظار أن تخرج البطاقات الصفراء في هذه المباراة. لا حديث ولا كلام إلى حد الآن. في انتظار أن تتغير المباراة، في انتظار أن تتغير مجريات اللقاء. هل سيكون شيء آخر؟ أعبيد أمان على الصورة. أعبيد وبدر الكلمات إلى حد الآن. يعود الكرة مرة أخرى. أكيد مباراة الحسابات، مباراة فيها كل شيء، مباراة قد تكون الليلة الكبيرة والكبيرة أمام عشاق الكرة في المدرجات. والكرة حذاري ولكن العودة، العودة والكرة عن طريق المتحدي العصر يمرنا على الصورة. يوصلها البدر عبيب، بدر الانقسامات الغير عادية، ضربة خطأ أمامنا وبدر لحد الآن. كرة ممتازة، ما زال عنده سرعة. واحد واحد لحد الآن، الكرة الغير عادية ومسلم، ما زال مسلم والكرة أكيد السرعة اللانهائية لأزيد من أجل العودة بالكرة. عبد الهادي أمامنا والكرة ترجع. أكيد لحد الآن مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، مباراة فيها من المفاجآت والكلمات ما لا يستطيعون عنها. الكرة تلعب الآن، الكرة ترجع إبراهيم. إلى حد الآن مباراة كبيرة، مباراة رائعة، أكثر من 10 ضربات الخطأ في البداية. أكيد إلى حد الآن الحكم يتراجع عن إخراج البطائق الصفراء إلى حدود الساعة. الكرة الآن يمشي مرة أخرى، مباراة ولكن أزايد، أزايد عن طريق عبيدة، عبيدة يرسل الخطأ مرة أخرى في مباراة اللقاء الكبير، مباراة منتظرة، مباراة جميلة، مباراة رائعة، مباراة يترقبها الصغير قبل الكبير، مباراة ينتظرونها في كل مكان في كل الأزمان. الكرة ترجع ولكن لا عن طريق المتألق عبيب أمامنا. المباراة الرائعة، المباراة الكبيرة، المباراة السعيدة، المباراة الجميلة، المباراة الرائعة، المباراة الجميلة. يرجع حفيد، حفيد وقوة كبيرة، يحلى حفيد وعن طريق مسلم، مسلم يمشي بالكورة، ما فيش كلام. المباراة تذهب إلى حد الآن، مباراة كبيرة، مباراة اسخن على نار نادية. إلى حد الآن المباراة الكبيرة، يرجع بالكورة، حذاري لو تعدات، لو تراجع في مسلم، ومسلم يلا مسلم، مسلم يمشي مسلم، وبين مسلم وهذا وذاك يرسلها بعيدا إلى وين؟ الكرة تهرب بعيدة، الأولى مشات، مشيت مع ذكرياتها، مع لقطاتها، مع لحظاتها، في انتظار الكرة الثانية، سنتابعها، سنقابلها، وسنتكلم عنها، ترجع بالكرة وحذاري والحارس، الحارس المجنون، الحارس الكبير، والحارس المرتقب أن يكون حارس الليلة، لا مجال للحديث والكلمات، أنا مسكني والسريع، الله يا المسكني السريع، الكرة ترجع بين هذا وذاك، تمجيش يتعلقون، حسن بن حمو ونبيل البنطيوي اسامه العسري توفيق المساكني قاتل حبيب والقادمون من الخلف. عبيد يمشي، عبيد والسرعه لكن الدفاع. اي 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 هات التليفون نسى نعمل ايه؟ نرجع في الكرة، نرجع في الصورة، نرجع في الامبراطور، نرجع في ميكا، نرجع في السيناريو الغير معروف، والكرة ترجع مرة أخرى. Thank you.
كرة ترجع الحارس على شكل لعبه على شكل الهطول يرجع بالكرة يمنع الصورة أن تتغير المعطيات مع البداية. أي سيناريو أي لقاء أي كبرياء للاعبين، هي لقطات المدرجات ممتلئة، قمم المنازل ممتلئة، الأماكن ممتلئة، المتفاعلات يتفاعلون مع كل الكرات، يرجع بالكرة مرة أخرى، الكرة موجودة، يرجع حبيب، حبيب والعصري، والعصري وين؟ واللي راح راح واللي باقي باقي، يمشي العصري وما زال، العصري يرجع ويضرب. في المنطقة الصعبة على الحراس، الله 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 الله، كاد أن يقرب، كاد أن يكون الأول، لولا العارضة التي قالت لا، نو نو جول، أنا حتى الآن رصاصة الرحمة تستطيع بالعارضة، إلى وين ترجع الكرة؟ أي 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 أي، أي بداية عن طريق العصري، الكل يسير، شوف أنا استطعت تمشي بالكرة، الكرة اللي ساكنة، ساكنة يرجع ويضرب وين؟ وين يا وين يا وين؟ بين الطريق وبين مسلم، مسلم صدوق لحد الآن، ينتظر الهدف الأول، وينتظر الجماهير الغانية، المتابعة، النابعة للمباراة عبر الأوقات، يرجعون، يعودون، وين السرعة؟ وين السرعة المستمرة؟ خطيرة يا أبو هودة ولكن العصري باليسار وباليمين يقول لنا نوع المرور ممنوع المرور يا ولدي الى حد الان هل ستكون لتمشيش كما يخسر ما يخسر يضرب في لقطتين وتمشيش يضرب في لقطتين فانتدار لمن ستكون الله 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 طعم على يضيع صراحة لعبة زين هي هاد المحاولة هادي ولكن دار ليه ليه مباراة جميلة كرة في وسط الميدان عند اللاعب هشام كيحصل على مخالفة الحكم هشام كتبقى الفريق تيمجيش عند حافظ ضائعة كتبقى تربح ولا تلعب لأن مباراة القمة مباراة النقاء الصعب هيا ريان وروح رياضية كبيرة الروح الرياضية الكبيرة إلى حد الآن ما تحددنيش ما تكلمنيش عن إمبراطور ما تحددنيش والليلة ممكن يكون ديربي وسخونة الديربي لدي حتى الهادي في كرة أخرى إلى حد الآن الكبار بكبريائهم الجزيرون بكبريائهم بشعار لتوزيد الى نوزيك يمشي بالكرة من اخرى اكيد الى حد الان مباراة رائعة مباراة اللقاء الصعب اللقاء الممتد الجماهير الغالية الملايين تتابع والحلاف تترقب اين ستذهب المباراة النهائي قبل الاوان النهائي قبل الشمس والان اعطني ختم الرفيق الحسين قدوس المعلق الكبير امامنا هنا في منصة التعليق اصدقائي المشاهدين كل الشكر وتقدير للمعلق الرياضي حسين الكبير وعودة للقاء وعودة الجولة الأولى من مباراة نصف النهائي بين تجمعات تمشيش واتحاد المغرب النتيجة متعادلة دائما هنا بدون أهداف بين الكبيرين بين البطلين بين كبير تجمعات تمشيش واتحاد المغرب كرة الدفاع لفائدة تجمعات عندكم أربعة كرة عليهم إلى أين تدخل الدفاعات التي بعد أن يعطينا تدخل وبين الكرة يتماسك إذا ما تماسك لفائدة اتحاد المغرب يقول الحكم سيد حميد فوق هذه المباراة التي يقول المباراة لحدود الأخطاء باختبار وبطلع برصانة وكذلك بتركيز عالي نعم ضربة خطأ أو تماس ينفذ لفائدة اتحاد المغرب الحكم يتبع طرف الخليط ينفذ مثل عند عبيدة ما تنتشر الفاضية تغادر و الكرة غادرت الميدان يقول الحكم ضربة مروة لفائدة تجمعات تمشيش إذا ضربة مروة تنفذ بسرعة الحبيب بدر الحبيب راحت من بدر الحبيب ومن جديد من تحت الهدف الأول في المباراة هدف الأول الذي يقدر جواهر الجهة
القادمين كما تنتظروا كذلك رغبات تمجيست بين رغبات تمجيست ورغبات اتحاد ميغدا في المدرجات وسط الميدان هنا مشحون وسط الميدان مشحون بين لاعبي الفريقين امام دفاعات شرسة هنا في اتحاد ميغدا وكذلك تغوات تمجيست الكرة غادرت أرضية الميدان من جديد جماهير غافرة تنفذ بسرعة بعد المرور رشاد القطب في المباراة النهائية من سيرافق رشاد القطب في المباراة النهائية يوم غدا نهائي الحلم نهائي نكون أو لا نكون هنا في أراضي جبل عز إذا ضربة خطأ مباشرة قوات تمجيست ستنفذ مباشرة عند الحبيب بدر الحبيب ما تبقاش ما بعد منه مازال كرة عند قوات تمجيست في محاولة لم ينجح الكرة تغادر أرضية الميدان أو الدفع يقول الحكم هناك تدخل غير شرعي ضربة خطأ مباشرة لقاعدة تجمعات تمجيست ورقم رقم 8 مسلم صدوق وكذلك بدر الحديد بدر الحديد ومسلم الكرة تترك لمسلم صفرة بطاقة صفرة هنا بعد مناوشة مع خطاب قطع اللقاء بطاقة صفرة في صفوف رقم 9 لاتحاد إميغز بطاقة صفرة بطاقة صفراء لفائدة أخصصي هشام يحصل على بطاقة صفراء بعد المناوشة مع حكم اللقاء ضربة خطأ مباشرة لفائدة تجمع تمجيست وراء الكرة مسلم صدوق مسلم يستعد لتنفيذ ركلة الخطأ المباشرة يلا يا مسلم جماهير تجمع تمجيست تطلب الهدف الأول في المباراة مسلم يستعد لتنفيذ يرفع الكرة عالية لعين خطيرة هذا راسية خطيرة لكن بلغة التعادل اتحاد إميغز الحكم يوقف اللعب ويأمر بتهدئة الأعصاب هدي هدي يا متحدي هكذا يقول حكم المباراة لابد من الالتزام بقوانين حكم اللقاء لاعبين يأمرنا بلمسة اليد لكن الحكم لا يقول لا شيء دائما كما قلنا البحث كل البحث عن هدفه الأول هنا من هنا أو هناك بين رجاء بين تجمعات تمجيست وكذلك اتحاد إميغز كرة في دفاعات وسط الميدان تجمعات هذا الكرة النوار هذا الكرة الراكح هذا سات ولي ركسة كرة عالية لعين بدون عنوان مباشرة إلى خارج أرضية الميدان ضربة مرمى ضربة مرمى لفائدة اتحاد إميغز تنفذ بسرعة كرة عالية إلى أين ما تصلش زيد بالكرة تدخل مسلم رقم 10 في تجمعات تمجيست رفايدة الحكم يأمر بخطأ من جديد بعد تدخل غير شرعي على لاعب رقم 7 هناك من تجمعات تمجيست العربي اعتبله إذا العربي اعتبله يحصل على خطأ مباشر في تنفيذ الكابيتانو عميد فريق تجمعات تمجيست في تنفيذ ضربة الخطأ غير مباشرة سينفذ الخطأ هناك البحث كما قلنا عن أول أهداف المباراة المباراة في الشوط الأول ما زالت النتيجة متعادلة بدون أهداف بين تجمعات تمجيست واتحاد إميغز الكرة عالية تسديدة خطيرة بعيدة نوعا ما كانت محاولة لكن بعيدة تسديدة لا تشكل أي خطورة عدنا لأجواء المباراة اتحاد إميغز المهدي الباوي المهدي الباوي سينفذ ضربة مرمى يرفع الكرة عالية إلى أين؟ إلى أوزايد ما تنجش من عبد الهادي تدخل دفاعات تجمعات تمجيست رقم 4 أسامة العسلية تدخل ويبعد الكرة بعيدا دائما الكرة في التماس لفائدة اتحاد إميغز الذي يبحث عن أول أهداف اللقاء مسلم يتدخل ويبعد الكرة كرة تتجه مباشرة إلى حارس مرمى فريق اتحاد إميغز المهدي الباوي النتيجة دائما كما قلنا متعادلة هنا بدون أهداف اعتماد على الهجمات المرتدة من كلا المدربين سيحل دون تسجيل الأهداف الكثيرة في المباراة أمام تسلل دفاعية من هنا وهناك محاولة
متتالية لكن دون جدوى ودون تغيير في فاتورة النتيجة. الكرة جانبية إلى أين؟ في محاولة تنفيذ دائما في انتظار تنفيذ هذه الكرة. ستنفذ الكرة مباشرة إلى حرافة المرمى. دائما محاولة محتسمة بين هجوم الفريقين. وزايد يحصل على خطأ بعد تدخل غير شرعي من لاعبي تقمات تنجيست عميد فريق اتحاد بيرزر حامل النسخة السابقة نسخة 2019 بعد أن تفوق في النهائي هنا أمام إزويري. كرة في وسط الميدان لفائدة تقمات. تدخل وسط ميدان اتحاد بيرزر والحكم يعود بالخطأ. الحكم السيد حميد نبوب يعود بالخطأ من وسط الميدان. خطأ لفائدة تقمات تمجيشت في التنفيذ بدر الحديد بدر لمسلم. مسلم من وسط الميدان يحاول الاختراق يرفع الكرة عالية ما تشكش ضاعت منه تعود الكرة لأزايد عبد الهادي لكن بعيدا عن أزايد لتعود الكرة للتماس تمس من جديد لفائدة تقمات تمجيشت يعود للوراء لبناء هجمة من الخلف لمسلم. مسلم يرفع الكرة عند رقم الحكم يأمر باستئناف اللاعب وتدخل ابراهيم مزايد والحكم يوقف اللاعب بعد اصطدام الكرة بالحكم. الحكم يوقف اللاعب ويأمر باستئناف اللاعب عند مزايد ابراهيم مزايد عند عبد الهادي. عبد الهادي يرفع الكرة دائما الكرة تستبعد عبد الهادي لكن ما تركز لاعب كرة في التماس من جديد لفائدة اتحاد ميغزر. تنفذ التماس بسرعة من رقم ثلاثة في صفوف اتحاد ميغزر. رشيد يرفع الكرة عند أزايد عبد الهادي. عبد الهادي والحكم يقول ضربة خطأ. ضربة خطأ لفائدة اتحاد ميغزر بعد تدخل غير شرعي من لاعبي أو ركني عفوا بعد تدخل غير شرعي من لاعبي فريق تقمات تمجيشت. عبد الهادي لرقم 10 هنا في صفوف اتحاد ميغزر. لنقل فريق رشيد بعد تدخل هجمة ضربة لفائدة تقمات تمجيشت. تدخل غير شرعي من أزايد إبراهيم. إبراهيم أزايد يتدخل أمام رقم 9 في صفوف هجوم تقمات تمجيشت والحكم يعلن خطأ لفائدة تقمات تمجيشت من جديد. كثرة الأخطاء لكن دون جدوى دون استغلال الفرص السانحة ودون استغلال ضربات الأخطاء من طرف لاعبي فريق تقمات تمجيشت. ضربات خطأ من جديد في التنفيذ دائما وكالعادة أسامة أو هذا مسلم في التنفيذ. مسلم صدوق سينفذ ضربة الخطأ. مسلم يرفع الكرة عالية إلى أين يا مسلم؟ إلى بدر الحديد. بدر الحديد وفي هذه الأثناء الحكم السيد حمد الهجوم يعلن عن نهاية الشوط الأول من مباراة الليلة بين فريق تقمات تمجيشت واتحاد ميغزر بدون أهداف. انتظار بداية الشوط الثاني. هاته تحياتي. انا وين قد هاد علق حياني ميك كون يعاون ربي انزل من هكا التليفون. وي عبد الله زير 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 مكوش.